أهلا بكم، حلقتنا مستمرة. وفيها أعربت وزارة الدفاع التابعة لحكومة الوفاق الليبية عن عزمها على مواصلة التقدم نحو مدينة سرت، وذلك رغم تحذيرات عبد الفتاح السيسي من أن هذه المدينة تمثل خطا أحمر بالنسبة لبلاده. أقال وكيل وزارة الدفاع في حكومة الوفاق بطرابلس صلاح الدين النمروش: ليست هناك أي خطوط حمراء أمام تقدم قواتنا نحو سرت. وشدد النمروش على أن هدف حكومة الوفاق يكمن في دحر قوات حفتر وبسط سيطرتها على كامل المدينة الواقعة على بعد 450 كيلومتر شرقي العاصمة طرابلس. أتابع النمروش قائلا: قوات الوفاق على أبواب سرت وعملية تحريرها لم تتأخر، هناك بعض التجهيزات التي تقوم بها قواتنا على تخوم المدينة. بدوره هاجم وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو السيسي متهما إياه بالطمع بأبار النفط ووضع نفسه طوعا لأوامر أبو ظبي وباريس. المزيد في تقرير الزميل عبد العزيز بن عمر، نتابع. في ليبيا الوفاق على مشارف سرت مستعد لدخولها، وتحرير المدينة من الميليشيات المناوئة للحكومة مسألة وقت، والطريق مفتوح نحو تحرير كل التراب الليبي. إنها رؤية وأهداف حكومة الوفاق المعترف بها أمميا ووكيل وزارة دفاعها صلاح الدين النمروش. ليس لدينا أي خطوط حمراء، فنحن عازمون على تحرير كامل التراب الليبي وبسط سيطرت حكومة الوفاق على كامل التراب الليبي. لا خطوط حمراء، وليبيا موحدة هدف الحكومة الشرعية، هكذا رد النمروش على تهديدات السيسي بالتدخل العسكري، كما أشار إلى التدخلات الأجنبية غير الشرعية المباشرة وغير المباشرة، مركزا على رصد قوات أفريكوم لطائرات ميج وسوخوي روسية تقل مرتزقة فاغنر إلى ليبيا، ما يبرز تناقض ذلك مع الموقف الرسمي الروسي الذي ينتقد أي تدخل أجنبي ويدعو إلى الحل السياسي السلمي. ومع التهديدات المصرية التي وصفتها صحيفة يينشفق بالفقاعية، استغرب وزير الخارجية مولود شاويش أوغلو اعتبار السيسي سرت والجفرة خطا أحمر بالنسبة له، رغم وقوعهما في وسط البلاد وتبعدان عن الحدود المصرية بأكثر من 900 كيلومتر، مشيرا إلى أن تصريحات السيسي صادرة عن ضغط فرنسي إماراتي، وملفتا إلى أن الرئيس المصري يعمل نيابة عن أطراف أخرى ولديه أطماع في الأراضي الليبية. وفي ظل ترقب العديد من الأطراف مآلات الصراع في تخوم سرت والجفرة، يرى متابعون أن خسارة الميليشيات المناوئة للحكومة الشرعية في طرابلس لمدينتي سرت والجفرة تعتبر إخراجا لهم من المعادلة بشكل شبه كلي. فكيف وإلى أي مدى ستطول معارك تحرير المدينتين؟ وهل ستشهد سيناريوهات الصراع تغيرا في موازين القوى مع تدخل أمريكي وشيك وانزعاج فرنسي شديد من الدور التركي في الأزمة الليبية؟ انضم إلي عبر سكايب من لندن السيد عبد العزيز مغنية، الكاتب والباحث الليبي، أهلا بك معنا. كيف تنظر لتحدي حكومة الوفاق وقواتها للخط الأحمر الذي تحدث عنه السيسي؟ حقيقة سيدي الفاضل، هو مؤلم جدا أن نتحدث اليوم على ما يدور في ليبيا، بالذات موضوع التدخلات الأجنبية وغياب الروح الوطنية المشتركة التي تلملم الملف الليبي وتلملم أطرافه لكي يحافظ الليبيين على بلدهم موحدا، وأن لا يذهب إلى التقسيم، وأن لا نبقى مجرد قطعة لحم شهية تتنازع عليها دول المنطقة بالكامل. التدخل التركي في البلد واضح، حكومة الوفاق تستمد من هذا التدخل قوتها في مقارعة الجيش الليبي في سرت. دعوات التحرير للمدن من قوة أخرى تملكها، هذه سأمها الليبيين منذ 2011. الملف الليبي للأسف الشديد لم يستفيد من التجارب العربية الأخرى، والأطراف الليبية بالذات الأطراف السياسية الليبية كاد كثير من الليبيين أو حتى المراقبين يعتبرونهم من الغباء، بحيث أنهم يستنصرون بأطراف أجنبية على الأطراف المحلية. ما يستحقه الملف الليبي ليس تحشيد قوات ولا عسكرة، بقدر ما يستحق إلى طاولة وفاق محلية يستطيع أن يجتمع
عليها الليبيين أنفسهم. هو تصريحات السيسي منذ أيام أن سرت والجفرة خط أحمر لمصر، وهو يتحدث عن أراضي ليبية، ألا تعتبر هذا تدخل أجنبي في الشأن الداخلي الليبي؟ كلها تدخلات أجنبية. عندما نتكلم بمدنا العربي القومي الإسلامي نجد تبريرات لكل التدخلات. الليبيين لا يريدون كل هذه التدخلات. الرئيس سيسي عندما يقول أن أمن بلاده، الأمن القومي لبلاده في يتأثر بليبيا، نعم هو كذلك، مثل ما تقول تونس، مثل ما تقول الجزائر ودول جنوب ليبيا، وهي ثلاث دول، نيجر وتشاد والسودان، تتأثر بالفوضى، وبالذات ليبيا أصبحت معبر للسلاح، معبر للمخدرات، معبر للإرهاب، للمتطرفين، لغيرها من الخطوط الأخرى. القوات العسكرية للجزائر أو القوات العسكرية المصرية ما زالت في حدودها، لم تدخل حدود الليبية. طيب في ظل هذه الأوضاع المركبة التي وصفتها سيد عبد العزيز، هل ترى أن المواجهة بين قوات الوفاق المدعومة تركيا مع أو ضد الجيش المصري الداعم لعقيلة صالح وخليفة حفتر بات وشيكا في الأيام المقبلة؟ على الأرض يمكن أن تحدث مواجهة ما بين الجيش الليبي وما بين المجموعات التي تتبع حكومة الوفاق، ويمكن أن يتم الدفع بها لحوض النفط لوضع يده على كلا الجانبان يتحدث أو يصف قواته بالجيش الليبي، فأرجو أن توضح من تقصد بالجيش الليبي. الجيش الليبي أقصد القوات التي بشرق ليبيا التي رئيسها قوات خليفة حفتر إذن، والمجموعات الأخرى أيضا حتى هي تقول الجيش الليبي، رغم قناعتي الشخصية هي لا تفيد في شيء حقيقة سيدي الفاضل. قناعتي أنا الشخصية في أن هذا جيش أو هذا جيش. أنا فقط أستوضح منك حتى يكون المتابع معنا، لأن الجميع يصف نفسه بالجيش الليبي. هناك قوات حفتر مدعومة من مصر والإمارات، وهناك قوات الوفاق المدعومة تركيا. نعم سيدي الفاضل، المشهد الليبي للمواطن الليبي يريد أن يكون السلاح في يد جيش ليبي يمكن أن يكون يتفق عليه كل الليبيين. فلا توجد بلد سيدي الفاضل في العالم بدون جيش، لأن الجيش مثل باب البيت لأي بيت يمكن أن يكون فيه. الاتفاق وعقدة الأطراف السياسية الليبية أن لديها أطراف سياسية مسلحة تبحث عن جيش لها وتقول إن هو جيشه هو الأساس. في الإمكان أن ندخل إلى مفاوضات ما بين هذه الأطراف ووضع معايير للجيش لكي نستطيع أن نؤمن المدن من الاجتياحات العسكرية. 9 سنوات سيد الفاضل الليبيين مروا من القتال وهم في درجة كبيرة في استعداد كبير. الدول الأخرى التي لها أطماع في ليبيا تتدخل بشكل متفاوت في ليبيا. ليبيا تمثل أمن استراتيجي لكل دول شمال البحر الأبيض المتوسط. وماذا عن الإمارات سيد عبد العزيز؟ أصبحت مشكلة بالنسبة لهذه الدول. طيب ماذا إن كانت مصر لها مصلحة، إن كانت تركيا لها مصلحة، والجميع يأخذ ليبيا ذريعة لذلك، ماذا عن الإمارات؟ مال الإمارات ومال دول شرق البحر الأبيض المتوسط؟ وهذا موضوع آخر طبعا، هو موضوع تدخل دول مثل الإمارات أو السعودية أو غيرها من الدول الأخرى، لأن ليبيا أصبحت ساحة معركة ضد الإسلام السياسي، والإسلام السياسي في ليبيا مدعوم من تركيا يريد السيطرة ليس فقط على ليبيا بل على كامل دول شمال أفريقيا، دول المغرب العربي بالكامل. وهذه مسألة سياسية يخوض فيها النقاش وتخوض فيها التفاصيل، البعض ينكرها والبعض يؤيدها، ولكن ليست حل حقيقي. ما يمكن أن نضع أمامه اليوم سيدي الفاضل نقاط أمام النخب الليبية سواء اتفقنا معها أو اختلفنا معها، أين صوت العقل الذي يمكن أن تجلس اليوم على طاولة أفكارهم ويستطيع أن يقدموا حلول ويستطيع أن ننقذ البلد من الأنانية المفرطة المسيطرة على الأطراف السياسية الليبية؟ بالإمكان صنع هذا الأمر وطنيا كليبيين ونكون درس مستفاد لشعوبنا العربية أو باقي شعوبنا الإسلامية. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا لك عبد العزيز مغنية الكاتب والباحث الليبي، كنت ضيفي عبر سكايب من لندن، وينضم إلي الآن عبر سكايب من العاصمة الليبية طرابلس السيد أيوب البراني الكاتب والمحلل السياسي الليبي. أهلا بك معنا سيد أيوب. أستاذ
منذ تصريحات السيسي بأن سرت والجفرة خط أحمر، وقادة الوفاق سياسيين وعسكريين يردون عليها بتصريحات مماثلة، هل اقتربت ساعة المواجهة ميدانيا وعسكريا على الأراضي الليبية بين قوات الوفاق وبين الجيش المصري؟ نعم سيد الفاضل، يعني من الناحية الميدانية نحن نعتقد أن المواجهة التي حدثت في طرابلس طيلة 14 شهرا هي بالفعل كانت مواجهة ما بين الجيش الليبي وبين تنظيم الكرامة المدعوم والمتحالف مع القوات الموالية للرئيس السيسي. فحقيقة نحن يعني نعتقد ونجزم ومعلومات شبه مؤكدة أن المواجهة حدثت بالفعل، وأن الحملة العسكرية المدعومة يعني من السيسي فشلت كليا، وبالتالي الذي يضع الخطوط الحمراء أو يلون الخطوط أو يحدد أماكنها هو الحكومة الشرعية والشعب الليبي، وبالتالي يعني نعم، ولكن إن كان الجيش المصري سيتدخل فسيعلن أنه تدخل، طالما أن القائد الأعلى للقوات المسلحة المصرية قد هدد بهذا التدخل العسكري، لماذا يخفي الرجل أنه تدخل عسكريا؟ في الواقع يعني أن التدخل الذي كان طيلة 14 شهرا لم يكن معلنا، ولكن يعني رصدته، ولكن الوضع هذه المرة مختلف سيد أيوب، الوضع هذه المرة أنه أعلن بشكل رسمي أنه يمكن أو أنه لديه النية والغطاء الشرعي الدولي أن يتدخل عسكريا في ليبيا، فهذه المرة الأوضاع مختلفة تماما عن 14 شهر الماضي. في هذه المرة أنا استمعت يعني للكلمة، هو قال سندرب القبائل، يعني هو قال سنأخذ مدنيين من ليبيا نقوم بتدريبهم، بالتالي فهم يعني بالضرورة لا يحملون السلاح، وبالتالي فهو ينشئ جماعات مسلحة، فهذا يندرج ضمن بند دعم الجماعات المسلحة. ولكنه قال أيضا لو أرسلت قوات مصرية فأنا أشترط عليكم أن تكون القبائل على رأس هذه القوات، هو تحدث عن تدريب القبائل نعم، ولكنه تحدث عن إرسال قوات مصرية أيضا. يعني ليكون واضحا معك سيد الفاضل، إذا دخلت القوات المصرية فستحدث مواجهة مع الجيش الليبي كما حدثت طيلة 14 شهرا ضد قوات تنظيم الكرامة وضد قوات شركة فاغنر وضد الجنجويد وضد السرايا المصرية المتخصصة في القذائف الموجهة، حدثت بالفعل وحدث الانكسار الكبير الذي حدث في طرابلس، وبالتالي فأن الحكومة أعلنت جاهزيتها وأن الجيش أعلن جاهزيته وأن الشعب رفض هذه التصريحات، وبالتالي فإذا دخل يعني السيسي بقواته فستكون المواجهة لا محالة، هذا أمر يعني مفروغ منه من الناحية الميدانية ومن الناحية السياسية. ولكن يعني أنا لازلت أستبعد فرضية تدخل الجيش المصري أو دخول الجيش المصري في صحراء الرمال المتحركة الليبية، لأن الأمر ليس بهذه السهولة، الأمر يحتاج إلى تمويل لا متناهي من الأموال، ومحتاج إلى شرعية كبيرة داخل الجيش المصري الذي لازلنا إلى الآن نفترض أنه لا يدعم حملة السيسي، يحتاج إلى دعم من الشعب المصري، والذي نرى أنه لا يدعم هذه الحملة، وبالتالي فإن التصريحات التي يعني قام بإطلاقها المسؤولون هو فقط للتوضيح، السيسي لا 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 يستأذن الشعب المصري الآن أو النظام المصري، يعني لا ينتظر رأي الشعب المصري، هناك برلمان قريب من النظام ويؤشر للنظام على ما أراد من قرارات سواء بيع جزر أو تدخل عسكري. فقط أريد أن أعود إلى هجوم وزير الخارجية التركي مولود شاويش أغلو على السيسي وأنه يتبع أوامر الإمارات وفرنسا، يعني كيف رأيت هذه التصريحات العنيفة في الحقيقة من وزير الخارجية التركي تجاه عبد الفتاح السيسي؟ يعني هو في الحقيقة التصريح كان ردا يعني على حالة العداء التي أطلقها السيسي يعني بشكل صريح وواضح، موجهة ضد دول بعينها، موجهة ضد حكومة شرعية في ليبيا ولحلفاء والاتفاقيات شرعية، وبالتالي من أيد هذه التصريحات هي أيضا دول بعينها، وأعلنت صراحة جهارا أنها تدعم هذه التصريحات التي تلوح باستخدام القوة في غير مجالها وفي غير محلها وفي غير يعني بلدها. وبالتالي فإن تصريحات السيد وزير الخارجية التركي جاءت ردا على هذه التصريحات، جاءت ردا على هذا التطاول، لأنه نال من تركيا التي لم تعلن أنها يعني تناصب النظام المصري العداء، يعني لم إلى الآن لا زالت حكومة الوفاق ولا زالت تركيا إلى تلك اللحظة التي أطلق السيسي فيها تصريحه الجنوني، يعني كانوا لا زالوا يفتحون بابا للتفاوض، يفتحون بابا لرجوع سيسي عن هذه
عن هذه المؤامرات التي يحاول أن يقوم بها، ولكن يبدو أن يعني الدفة تقاد بغير حكمة بغير عقل، وهذا ما حذرنا منه ولازلنا نحذر منه. يعني نعقد الأمال على أن المجتمع الدولي واعي تماما لهذه التصريحات وأنه لن يسمح للسيسي باستخدام قواته في هذا في اتجاه الرمال المتحركة الليبية، ونعول أيضا على وعي الشعب المصري، ونعول كذلك أن الجيش المصري ليس مرتهنا تماما لنظام السيسي، نعول على هذا الأمر. إذا لم يحدث فيعني الجيش الليبي مستعد تماما لأي مواجهة، والشعب كذلك مستعد لأي مواجهة، فقد رأينا الأمر من ذلك واختبرنا الأشد من ذلك. فهذا أمر حقيقة هو لا يخيف الشعب، وإنما فقط يعني يفترض أن يخيف المجتمع الدولي، لأن الإفراط في استخدام القوة والإفراط في مد استخدامها عبر المدن والأقاليم في ليبيا وغير ليبيا فيؤدي إلى انفجار كبير في شمال أفريقيا قد لا يستطيع حتى السيسي نفسه إيقافه إذا ما استمر على هذا الحال. شكرا جزيلا لك أيوب البراني الكاتب والمحلل السياسي الليبي، كنت ضيفي عبر سكايب.